مرحبا يا جماعة، شي غريب اليوم صار. ما رأيت على أبو محروس أجيب لي غرض غرضين، لقيت مسكر أول مرة بشوف مسكر. هذه أم محروس مرقت علينا مبارح وقالت إنه راسه بوجع شوية. غريب، أنا عمري في حياتي ما شفت مسكر ولا بل. يا عم ما بدك تخلصنا من الحبايب هذول، هلقتنا فيه مش قادر الواحد يحكي لك كلمتين. شو بدك فيه يا رجال؟ خليه. أنا مش فاهم، أنا مش فاهم كيف أنا فرحان فرح سعيد الأستاذ ترك هالولد على خاطره هيك فلتان، بس بكبر لي في عضلاته سيدي وبدغر لي في مخه. سيدي شو مستفيد من هالشغلة؟ قل لي شو مستفيد بس بكبر عضلاتك؟ شوف شوف شكلهم سيدي، شكلهم بغم القلب بغم النفس سيدي. بعدين شو بعدين؟ لازم تحركوا حالكم، لازم تعملوا رياضة، مش كسل وتنبلة. ايش يعني فكرك؟ النادي لك امك ترفع لك شوية حديد؟ مش احسن من الكسل؟ طب دوروا على الاكل، دوروا احسن لكم يلا. لازم تعملوا رياضة، مش بس اكل وتنبلة. سيدي انا بدي اصطل لك اياه لسانك هذا. انا مع فرح. انت ايش حبيبة ابوك؟ انا مع فرح يا بابا، الواحد لازم يلعب رياضة. بتعرف لو اني شاب يمكن بعمل اكتر من فرح. بنتك بدها تربي عضلات. حلو 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 سيدي، فرطت. بكرة كمان بصير تحط لعلهم زيت وتلعبط فيهم. لا 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 يا سعاد سيدي. يا بابا مش شرط اني ارفع اثقال، بس الحركة مليحة. سيدي بس اذا حركة سيدي ورفع اثقال وتكبير عضلات على حساب المخ، شو الفايدة؟ وبعدين معك يا بابا، ليه انت بدك تمك غيران مني؟ ها يا رجال، يا ابو فرح اترك هالولد، لامتى بدك تظل حاطط قردك على طحناته؟ صحيح ذكرتني يابا، بجي اليوم اجي عندنا طالب جديد على الصف. سيدي شو يعني؟ شافك وانت بتقزدر في الساحة، قال هذا مبين عليه استاذ لغة عربية. سألته كيف عرفت؟ شو الله؟ قال لي بدليل الفتحة الظاهرة بجاكيته.